الذل. دقيقة بس خليني ايش. هذا انا صورتها في رحلة الصعود. هذا نموذج لبيوت القديمة، بس هذه اعتقد لبيوت الطائف. هذه البروز اللي فيها عشان المطر، البروز اللي في الجدار. طبعا هذا خشب اللي فوق. هذا يقول لك بيت الطائف، يعني نموذج لبيت الطائف، رغم ان انا اشوف انه هذا نموذج لبيت الطائف، يعني زي مكة ما في فرق كبير. بس انا افتكر هذه البروز اللي في الجدار شايفينها عشان الجدر يتقوى، لانه كان حجر وطين يصير في مقاومة للامطار لما تكون جانبية. هذه اللي موجودة هنا منطقة البلد، المسجد كذا 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 كذا. ها؟ أنا الفيديو هذا يطلع في اليوتيوب. موافق؟ سلام عليكم. مشاركين هذا الطائف الحلوين. لا بالعكس. شلون أقول أنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. صور كده. هذه المنطقة اللي نزلت منها أنا. هنا في الظاهر مطعم ومقهى وإلى آخره. هذا المسجد. طبعا ايش بدي اقول لكم، البيوت اللي زي كده يعني كانت هذه تعتبر بيوت كبيره ما شاء الله، منازل كبيره يعني. كانت المنازل اصغر من كده. هذه يعني نموذج للبيوت اللي ما شاء الله تبارك الله يعني. طيب. هذا اسمه قصر كره. والله يبغى له المنطقه دي يبغى لها زياره مره اخرى ثاني مره، مشكله انه مره قريب. افراح طلع قصر افراح هذا على الطراز. ما شاء الله المناسب على الطريقه القديمه. هذا القصر الافراح. هنا العربات السريعة. هذه العربات السريعة الظاهر يطلعهم علينا الجبل فوق. طلعهم علينا الجبل فوق وبعدين انفلتوا. ايوه شو ايش كذا نضل من تحت. بس فين النزل الفلت انا ماني عارف. هذه ولا تجربه كمان. شوف ما في الا فرامل شكلها كده طلع فوق وهبوط. هناك في مقهى. شاهي حطب. قهوة أبو أحمد. مدينة الوعد زي زمان. هي مدينة الطائف. Thank you.
هذا اللي قلت لكم عليه بساط الريح. سألت عنه قال لي لازم بالباص تروح مكان. شوف كيف اللي يخاف من التلفريك ايش حيسوي في هذا. هذا اللي على اليمين هنا مقهى عادي، هنا في عدة مطاعم بيتزا وإلى ما ذلك وإلى ما ذلك. هذا زي ما قلنا القصر، قصر الأفراح، وبعده في مقهى، مقهى مقهى يعني، ويعني ممكن يدخلوا الأفراد عادي. هنا متفتحين أكثر ما شاء الله عليهم. هذه دورات المياه حقت المسجد. هذه دورة المياه. لمن يهم الأمر يعني في تواليتات منخفضة وعالية، والنظافة هنا ما شاء الله يعني. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم. المسجد برضه كذا يعني يديك إيحاء لأنه على الطراز القديم. صراحة ظابطينا زي المساجد زمان. صرت في عهدك فما كان كذا ما شاء الله. شكل ما هو عمود خشب ولا السقف خشب. المظاهر اللي تزعلني صراحة. شوف كيف الآن الأنوار ولا هذا يعطي كذا منظر جميل والله. احنا انا خارج من المسجد كذا افتكرت نكتة يقول لك في واحد من هذول المروقين اللي كذا على مزاجه، المهم خرج يروح يصلي في المسجد طبعا شوية شوية على مزاجه وعلى محله وعلى أقل من ماله، وصل الناس خارجين من الصلاة فيعني خفف دمه يقول لهم ايش الصلاة خلصت؟ فرد عليه واحد قال له لا والله الإمام خرجنا ندور عليك. شوفوا رجعت فتحت الأماكن كلها ذيك اللي هو معظمها يعني. هذا التلفريك، هم لو يحطوا لمبات كده على التلفريك تطلع شكلها روعة. Thank you.
هذه القدور حقت زمان. شوفوا هذا ملف القدر، هذا شايفينه؟ هذا ملف القدر. والله صراحة ظابطين الديكور حق زمان. هاي طبعا هذا المكيف الصحراوي اللي هو بالماء، يشتغل بالماء، ماء ومروحة جوا، فان يعني، والتركيز كله على هذا القش اللي لما يجي عليه الماء يحول الهواء الى ماء، الى شيء بارد، الى شيء بارد، الى هواء بارد. اعتقد هذه المنطقة هي مشبهينها بالقشل، هذا اللي هو القصر، هذا اللي هو قصر الافراح، هو اصلا القشلة، يعني اللي هي زي ما قلنا زي وزارة الحربية والثكنة الحربية، وهذا يكون الساحة هنا محل ما يتجمع الجنود الظاهرة أو شيء، لأنه مكتوب القشلة، أعتقد هنا القشلة أو تمثيل للقشلة يعني. أيوه أيوه مرحلة العودة، مكيفات الصحراوية يسموها. ميزتها انها ما تستهلك كهرباء كثير. يلا نستنى الباص، نستنى الباص. هذاك طريق الهدى، هذا الباص جاي. كيف نرد عليه؟ روح ضرب شوف. الو السلام عليكم. هذا واحد ناسي جوال وين؟ جوالك في القطار يا ولد. ايوه لا احنا راجعين عند ابوها من كويت. نازلين نازلين قول. اعطي لك حرسلة منها. يلا اوكي مع حرسلة من كويت. ملاحظة مهمة، أثناء رحلة النزول الباص يوقف تقريبا في نص الرحلة، الرحلة كلها 3-4 دقائق. ألعاب مائية للأطفال هنا. هذا القطار، يا عيني يا عيني ما شاء الله تبارك الله. شباب لقوا الجوال في القطار واستناهم صاحبه. ايوه اخواني اخواتي، كده الرحلة ان شاء الله تمت والحمد لله، ويعني كلها كانت صراحة جميلة وسعيدة ومفرحة، أتمنى أنها تكون كذلك بالنسبة لكم، وشكرا جزيلا. هذه أضواء الكور فوق الهدى. أيوة هذه مواقف السيارة هنا كده. ضروري ضروري يمين، لا تنسوا انتوا خارجين المنتجع الكرة الترفيهية. كانت رحلة جميلة حقيقة، انا استمتعت بها. شوفوا انتوا ايش رايكم، التنظيم صراحة جيد،
المكان حلو يعني تقضي فيه يوم جميل، خاصة اللي عنده أطفال أو لوحدك. شوف أنا لوحدي وقضيت يوم جميل يعني. في الشباب اللي شغالين هنا ما شاء الله عليهم، مدربين، أخلاقهم عالية، الأماكن يعني فيها ترتيب وتنظيم حلوة، أسعار الأسعار يعني تعتبر مناسبة، بس يعني شوية كده الملاحظات. الطريق هذا أنا ما شفت الطريق إلا في هذا، لكن من هنا الطريق إلى المنتجع ناقصه شوية يعني، إيش نقول، اللوح اللي تبين الطريق، الاتجاهات، الإضاءة، الطريق شوية يعني كده هو يوحي لك إنك أنت رايح على قرية. أنا كان سميته قرية الكرة الترفيهية. أيوة، المطاعم بحاجة لأنها تكون أكثر. جميل بشكل عام، جميل، أنصح به، قريب من مكة. الرحلة إلى الجبل ثلث ساعة، وانت طالع ثلث ساعة، وشوفوا انتوا نازلين انتوا قدروا الوقت وجاوبوني، طلوع ثلث ساعة، 20 دقيقة يعني، 20 دقيقة دقيقة، فشوفوا انتوا النزول كم دقيقة ولا كم دقيقة. طيب فكرتوني بهذاك، ايش هل اباك ابوك ابيك موجود. ايوه، فهو هذا، وقريب من مكة، قريب من الطائف، حلو، تجربة جدا جميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده طلعنا على الطريق، هذا الكرة الرئيسي هنا.